الناس تقضي لك المره الاولى بالاسم خاطرك فلان لفلان ما المره الثانيه كي راك انت تصور يطمع حتى هو باش ياخذ فهمتني كل مره قديش وانا الحق نتاع ربي نعرف روحي اللي كنت سخي جدا جدا نعرف اللي الديوانيه مثلا كي كنت نبعث جماعتي انا باش يخلصوا آه يقولوا لهم ليك يجي المعلم يخلصنا هو خاطر يعرف هذاك مثلا باش يعطيه انا باش نعطيه اربع ولا خمسه مرات فهمتني؟ كل مرة كيفاش؟ كل مرة كيفاش؟ أنت وال- أنت والخدمة، ساعات بالنسبة لأربعة ديوانية مع بعضهم نعطيهم ثلاثين ألف دينار، نعطيهم 20,000 ألف دينار، ساعات كي تبدأ الكونتينر مثلا ولا السلعة ما فيهاش ربح ياخذوا كل واحد 1000 دينار 1000 دينار، هما بيدهم يحسبوا، هما بيدهم يحسبوا يعرف الكونتينر قداش تجيب.